مين؟ معقول؟ أنا مش مصدق نفسي. لا بقى، ده أنا اللي مش مصدقة عيني. الحاجة متولي بشحمه ولحمه. أيوة، الله أكبر الله أكبر. إزيك يا ستي فوزية؟ وكمان بتقولي إزيك؟ طب ده أنا كنت حالفة لو قابلتك لا أسلم عليك ولا أكلمك. أنت كنت فين يا راجل؟ معلش، الدنيا واسعة. الحاج وصل. حاج مين؟ صاحب المحلات بتاعتنا. أرجوك يا سميرة ما تجيبوش سيرة إن أنا زميلك في الكلية خالص. ليه؟ لأنه ما يعرفش إني بدرس. طب ودي فيها إيه؟ هيفتكر إن الدراسة هتعطلني عن الشغل واحتمال يرفدني. بس ده يبقى راجل غلس أوي، تلاقيه جاهل وحاقد على المتعلمين. لا مش للدرجة دي، ده راجل ذكي وبيفهم في التجارة والاقتصاد أحسن من اللي بيدرسونا، بس هو ما بيحبش حد يعمل حاجة من وراه. لا لا لا، هما الرأسماليين كده يحبوا يتحكموا في كل حاجة حتى في مصاير الناس. ده انت لو بصيت له تلاقي الشر باين في عينيه. مش للدرجة دي، ده راجل طيب وأب حنون قوي على أولاده. ده أنا سمعت إنه متجوز تلاتة، ما هي دي برضه رأسمالية في الجواز. طيب قفلي أحسن، جاي هو ووالدتك وربنا يستر. اتفضل يا حاج، أما أعرفك على الأمورة دي، بنتي سميرة. دي بنتك؟ أيوه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تبارك الخلاق. يا اهلا يا اهلا، دي خطوه عزيزه. اتفضلي اتفضلي، هات لي كرسي هنا. يالا اتفضل هنا يا حاج. اتفضل. لا خليك قاعد. لا لا انا هوصل مشوار هنا. ايه يعني فين؟ في حساب احصل. طيب اسمع، فوت على بتاع العصير خليه يبعت لنا الواد. حاضر. يا اهلا يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، يا اهلا، دي خطوه عزيزه بجد. انا كمان وانا داخل المحل قلت ايه النور ده كله؟ ده نورك يا حاج. الله يخليكي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. عارفة آخر مرة شفتك فيها إمتى؟ أنت عندك 10 سنين ولا أكتر يا ستي فوزية؟ أكتر إيه بقى يا حاج؟ أنت عايز تكبرني ولا إيه؟ أكبرك ده إيه؟ بسم الله ما شاء الله، أنت زي ما أنت، أنت تقولي للقمر قوم وأنا أقعد مطرحك. ربنا يخليك ليا يا حاج، إحنا مش أول مرة نيجي هنا. آه ما هو حسين قال، بس حظي كان وحش يعني ما كنتش موجود وقتها. ايه الاخبار؟ الاخبار عندك انت؟ خلاص يبقى احنا محتاجين قعده طويله بقى عشان ناخد وندي. بيتهيألي كان في زياره قديمه ولا انت ناسي؟ ايوه يا حاج، انا اتصلت بيك في المحل هناك، قالوا لي ان انت عند سعيد. في حاجه يا نعمه؟ بعدين انا مش فاضي. ايه يعني اكون بلعب؟ عندي شغل. بعدين يا نعمة بعدين، كلميني كمان شوية. مع السلامة. طيب نستأذن احنا يا حاج، وراك شغل. لا استأذنوا ده ايه، والله ما انتوا ماشيين. ايوة انا سمعك بتقول عندك شغل مهم. لا ده بس كده كلام عشان نعرف نقعد مع بعض على رواق. تشربي ايه؟ انا عايز اعرف بقى ايه حكايته النهاردة؟ ايه يا اختي الشغل اللي معصبه كده مخلينا مش عارفين ننطق معاه كلمة؟ الله، ما انت عارفة الحاج ساعات لما بتبقى حاجة مضايقاه مش عايز يكلم حد، وبعد شوية بيهدى ويروق. طب ايه بقى اللي مقعده مع سعيد؟ وراهم شغل. هما مش دلوقتي بقوا سر واحد؟ تيجي نتفرج على التلفزيون ونخلص. يا ريت يا اختي يبقوا سر واحد زي ما قلتي، على الاقل كنت عرفت من الحاج الواد سعيد قلب على بطل ايه. بعد الشر محدش هيجيب قلب ولا حاجة. هو اللي سعيد شكله كده تشوفيه تفتكريه زعلان.